السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب احنا بنكمل كلامنا في التعامل مع أكتر من تفاعل، وهنتكلم دلوقتي على بعض الحاجات اللي تخص الحسابات واللي هتبقى مهمة جدا الحقيقة فيما يعني هو قادم بإذن الله بقى في الحسابات بتاعت الماس بالانس. يعني إن شاء الله دي هتبقى آخر يعني مرة هنبقى بنتكلم فيها في المقدمة أو في الأساسيات، وبدأت المرة الجاية نتكلم بقى في طرق حسابات الماس بالانس. يعني فمن الحاجات المهمة اللي احنا لازم نبقى عندنا يعني تصور ليها، ان انا لو عندي اكتر من تفاعل فهحتاج اخلي بالي ان كتابة الاستويشومتريك كوفيشنت هيبقى فيها درجة من التفصيل ما كانتش موجودة قبل كده، وهي ان يعني مثلا خلينا نبص على التفاعلين اللي قدامنا دول. عندي ايثيلين مع الاكسجين بيديني ايثيلين اوكسايد مع نص اكسجين، والايثيلين مع 3 اكسجين يدينا كربون دايكسايد وبخار ميه. فدول تفاعلين بين نفس المركبين ولكن بنسب مختلفة بيطلعوا مركبات مختلفة. انا بس ايه للتسهيل هحط الايثيلين رمز اي، ايثيلين اوكسيد اي او، الكربون دايكسيد سي، والاكسجين او، والميه دبليو. فانا لو جيت يعني حبيت اسال سؤال، وهو ما هو الاستويشومتريك كوفيشنت للاكسجين، فهيجي سؤال مهم جدا وهو فانهي تفاعل؟ يعني لان انا عندي تفاعلين فيهم الاكسجين وكل واحد فيهم بكوفيشن مختلف، فهو في التفاعل ده بناقص نص وفي التفاعل ده بناقص 3. فهو لازم انا لما اجي اعرف الاستوجمتريك كوفيشنت لازم اعرفه لانهي مركب فانهي تفاعل. يعني هو لازم يبقى عشان يبقى معرفه بشكل كامل اعرفه هو مين وفين، خلاص. وبالتالي فاللي مكتوب هنا ده هو ده اللي انا اقصده، ان لما هيبقى عندي استوشيومتريك كوفيشنت لمركب اي في التفاعل رقم جي، لان انا عندي اتنين واحد واتنين فرقم جي، فهكتبه كده فهيبقى نيو اي جي، يعني هيبقى ليه معلومتين في السبسكريبت بتاع الكوفيشنت ده. فلو انا هقول مثلا الكوفيشنت بتاع الايثيلين في التفاعل الاولاني هنا هيبقى ناقص واحد، الايثيلين في التفاعل الثاني هيبقى ناقص واحد، الاكسجين هيبان اكتر، الاكسجين في التفاعل الاولاني ناقص نص وفي التفاعل الثاني ناقص 3. وبنفس الكلام الايثيلين اوكسيد في التفاعل الاولاني بواحد، والكربون دايكسيد في التفاعل الثاني باتنين، الميه في التفاعل الثاني باتنين، وممكن يبقى عندي صفار. يعني انا ما عنديش كربون دايكسيد في التفاعل الاولاني، فانا لو قلت الميه والكربون دايكسيد في الاول هيبقوا بصفر، والإيثيلين أوكسيد مش موجود في التفاعل التاني فهيبقى الكوفيشنت بتاعه برضه بصفر. فدي حاجة مهمة الحقيقة لازم نبقى حاطينها في اعتبارنا واحنا يعني بنفكر في حسابات الاستوشمتريك كوفيشنت او في تعريف الاستوشمتريك كوفيشنت، لان هي هتفرق معانا كتير جدا في الحسابات اللي جاية. فخلينا بقى نشوف لو انا عندي اكتر من تفاعل انا هعمل الحسابات ازاي، ودي حاجة مهمة جدا، يعني قد تكون هنتكلم فيها كمان يعني مرتين تقريبا، ولكن يعني الشيء بشيء يذكر، بما ان احنا بنتكلم على المالتيبل رياكشنز فكويس ان احنا يعني ايه نذكر الموضوع ده دلوقتي. وهو ايه؟ خلينا نقول ان انا عندي تفاعلين، وان التفاعلين دول ان الاي مع 2 بيدي 2 سي، وان 2 اي مع البي يدي دي، خلاص. أين كان بقى مين المين رياكشن، يعني حتى يعني نقول مثلا ان ده هو التفاعل الاساسي وده التفاعل الجانبي او السايد رياكشن، ونقول ان الفيد 100 مول من الاي و200 مول من البي، وانا هفترض فرض غير واقعي ده بس على سبيل التوضيح. يعني الفرض غير الواقعي ده ان التفاعلات بتحصل بشكل تتابعي. يعني ايه تتابعي؟ يعني والله انا بدخل الاي والبي جوه الرياكتور، والرياكشن بيبتدي. الرياكشن مين اللي بيبتدي؟ الرياكشن الاولاني بيبتدي، فالتفاعل التاني ده ما بيحصلش طول ما الرياكشن الاولاني شغال. فالرياكشن الاولاني يفضل شغال 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 لغايه لما يخلص خالص، وبعد ما يخلص التفاعل التاني يبدا. ده اللي احنا بنقوله سيكونس. طبعا ده ما بيحصلش في الحقيقه، يعني هو في النهايه التفاعل عشان يحصل محتاج ظروف تبقى سامحه ان هو يحصل، فوجود الاي والبي مع بعض في ظروف الضغط ودرجه الحراره هو ده الشرط اللي المطلوب يبقى متواجد علشان نقدر عشان التفاعل يحصل.
فهو مش هما مش واقفين في طابور الاولاني يخلص وبعدين التاني يبتدي، هو الاتنين بيحصلوا في وقت واحد. ولكن علشان نسهل الحسابات على بعض على نفسنا هنفترض الفرض ده وان كان مش واقعي بس هنفترضه. خلاص، فاللي هيحصل ايه بقى؟ ان انا دخل عندي للتفاعل 100 ايه و200 من البي. وزي ما قلنا ان في العادي التفاعلات ما بتحصلش الا في حالات قليله قوي، ما بيحصلش ان هو التفاعل بيخلص يعني، وبالتالي فهيفضل ايه يعني مش كل الايه هيتفاعل. فنقول مثلا ان 70 من الايه هيتفاعلوا مع 140 من البي يديني 140 من السي، وبالتالي يتبقى من تفاعله الاولاني 30 و60 من البي، 30 ايه و60 بي، وخرج 140 من السي كمنتج. ونقول ان التفاعل الثاني واقف على كده، وبالتالي التفاعل الثاني هيبدا باللي خرج من التفاعل الاولاني اللي هم ال 30 A و 60 B، واللي هيتفاعل جزء منهم برضو 20 و10 مثلا. طبعا الارقام دي على سبيل التوضيح يعني، مش لازم تبقى 30 و10 ولا و60 و20 و10 يعني اي ارقام يعني. خلاص، وبالتالي فهيطلع 10 مول من ال A و50 مول من ال B و10 مول من D. فيعني ده اللي احنا ممكن نقوله. احنا كنا من يعني قبل كده قلنا ان احنا كل معادلة هنكتبها مرة بالجدول خلاص، ومرة هنعملها بالمعادلة بتاعت الاكستنت اوف رياكشن، لان الاتنين نفس الحكاية. هنا هيبان بقى ان موضوع الاكستنت اوف رياكشن اوفر كتير جدا جدا في التعبير عن التفاعلات. يعني انا هعمل جدول هنا لكل تفاعل، في حين معادلة هتفضل معادلة واحدة لكل مركب. فلو انا كتبت المعادله للاي فهيبقى عدد مولات الاي اللي خارجه هيساوي عدد مولات الاي اللي داخله زائد الكوفيشنت في الاكستنت، فهتبقى 30 هيساوي 100 زائد الكوفيشنت هنا اللي هو ناقص 1 في الاكستنت، فالاكستنت الاولاني 70، ونفس الكلام في الثانيه هتبقى 10 هيساوي 30 زائد الكوفيشنت اللي هو ناقص 2 في زي 2 اللي هي هتبقى ب 10. خلاص بقى، يعني ده الترجمه للجدول ده بالاكستنت اوف رياكشن او بمعادله الاكستنت اوف رياكشن. طيب يجي هنا سؤال يعني ايه مهم جدا جدا جدا، وهو هل الـ 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 الارقام اللي عندنا دي فعلا قابله للقياس ولا لا؟ يعني انا عندي القدره ان انا اعرف ان اللي خرج من التفاعل الاولاني ده 30 و60 واللي استهلك جزء منه في التفاعل الثاني، الارقام اللي باللون الاحمر الغامق ده، هل انا عندي القدره على قياس الارقام دي ولا ما عنديش؟ يعني انا لما بيبقى عندي رياكتور، هل انا عندي القدره ان انا ادخل جوه الرياكتور واشوف اللي خرج من التفاعل الاولاني ودخل للتفاعل الثاني كانوا كام؟ هو في الحقيقه ما اقدرش، انا كل امكانياتي اللي اقدر احلل بيها حاجة او اقيس بيها حاجة او يعني اعرف تركيزات حاجة بتبقى فيما يخص اللي داخل الرياكتور واللي خارج منه. يعني انا اقدر احلل اللي داخل الرياكتور اعرف تركيز الحاجات اللي فيه، واقدر احلل اللي خارج من الرياكتور واعرف تركيز الحاجات اللي فيه. اللي حصل في النص ده انا معرفوش، انا ما عنديش اي فكرة عن اللي حصل في النص ده. انا ممكن اعرف اللي خارج واحاول ارجع اعيد حساباتي بحيث ان انا اعرف اللي حصل جوه ده يعني قد ايه تفاعل حصل في التفاعل الاولاني وقد ايه استهلك في التفاعل الثاني، بس ده بناء على معرفتي باللي خارج. انا ما اقدرش اعتبر ان الارقام دي معطيات، مش معطيات يعني، انا ما بقدرش استخدمها عشان احسب الاكسنت، لان انا ما اعرفهاش، انا هجيبها منين؟ محدش يقدر يدخل جوه الرياكتور ويعرف الارقام اللي جوه كام. فدي حاجه غير واقعيه ان انا اعتبر ان الارقام دي هقدر استخدمها في الحسابات. خلاص، ده طبعا غير ان التفاعلين دول ما بيحصلوش ورا بعض يعني، ده دي نقطه تانية يعني. فانا في النهايه يعني الحاجه اللي بامكاني ان انا اقيسها الايه اللي داخل، النمبر اوف مولز بتاعه الايه اللي داخل، والنمبر اوف مولز بتاعه الايه اللي خارج، اللي داخل من الاول خالص اللي هم ال100 وال200، واللي خارج خالص اللي هي ال10 وال50 وال10 وال140، هم دول اللي انا اقدر اقيسهم. غير كده الارقام اللي في النص دي ارقام ما عنديش قدره على قياسها. خلاص، فالمعادلات مش غلط ولكن مش واقعيه، انا ما اقدرش استخدمها بالشكل اللي هي موجوده فيه ده. خلاص، فاللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا عايزين نعيد كتابه المعادله بحيث يبقى بس اللي موجود عندنا فيها اللي داخل من الاول خالص واللي خارج في الاخر خالص، ما يبقاش فيها قيم الوسيطه اللي في النص دي. خلاص، فانا لو خدت المعادلتين دول وجمعتهم على بعض
هلاقي ان ان ايه اوت 1 زائد ان ايه اوت 2 هيساوي ان ايه ان 1 زائد الكوفيشنت بتاع الايه في الرياكشن الاولاني في الزاي 1 زائد الكوفيشنت بتاعت الايه في التفاعل الثاني في الزاي 2. وانا عارف ان ال 30 دي هي نفس ال 30 دي، يعني ان ايه اللي خارجه من التفاعل الاولاني اللي هي دي هي نفس ان ايه اللي داخله للتفاعل الثاني، فالاثنين هيكنسلوا بعض، وبالتالي المعادله اللي انا هوصل لها في الاخر هي المعادله اللي تحت دي، ان عدد مولات الايه اللي خارجه خالص خالص هيساوي عدد مولات الايه اللي داخله من الاول خالص زائد الكوفيشنت بتاع الايه في التفاعل الاولاني في الاكستنت بتاع التفاعل الاولاني زائد الكوفيشنت بتاع الايه في التفاعل الثاني في الاكستنت بتاع التفاعل الثاني. وهي المعادله دي ظريفه جدا. المعادله دي ظريفه جدا جدا لانها بتربط لي بارامترز انا اقدر اقيسها، اللي داخل واللي خارج. وبالتالي فاحنا ممكن نعمم بقى المعادله بحيث نكتبها بشكل اعم، ما تبقاش بس مرتبطه بتفاعلين بس، وهو ان العدد مولات المولز اللي خارجه للمركب اي هيساوي عدد مولات العدد مولات اللي داخله من نفس المركب زائد الكوفيشنت بتاع المركب ده في التفاعل الاولاني في الزي الاولاني زائد الكوفيشنت بتاع المركب ده في التفاعل الثاني في الزي الثاني زائد الكوفيشنت بتاع المركب ده في التفاعل الثالث في الزي الثالث، وهكذا بقى لغايه لما نخلص عدد التفاعلات اللي عندنا. فدي بقى تصلح ان شاء الله يا رب العشر تفاعلات، وزي ما هو واضح ان كل تفاعل بيتعبر عنه بترم واحد بس، خلاص، على عكس الجداول. لو عندنا اربع تفاعلات فانا هعمل اربع جداول لكل واحد فيهم، خلاص. فالشكل بتاع المعادله اللي انا بقدر احسب بيها عدد المولات اللي خارجه او اربط بيها عدد المولات اللي خارجه واللي داخله هيبقى الشكل ده، الشكل العام اللي خارج هيساوي اللي داخل زائد مجموع كل الكوفيشنت للمركب ده في التفاعل في الاكستنت بتاع كل تفاعل. فلو خدنا المثال برضو اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليه بتاع الاثيلين اوكسيد والاكسجين، فانا ممكن اقول والله لو انا يعني لو انا عايز اجيب علاقه بين عدد مولات الاثيلين اوكسيد اللي خارجه واللي داخله، فهقول اللي خارجه هيساوي اللي داخل ناقص زي 1 ناقص زي 2، الاكسجين اللي خارج هيساوي الاكسجين اللي داخل ناقص نص زي 1 زائد ناقص 3 زي 2، وبالنسبه للاثيلين اوكسيد اللي خارج هيساوي اللي داخل زائد زي 1، والكربون دايوكسيد والووتر هيبقى زائد زي 2 للاثنين. طبعا ممكن اللي داخل ده يبقى بصفر فما فيش مشكله، يعني ايا كانت قيمته بقى، كانت بقيمه موجبه ولا بصفر، يعني اكبر من الصفر ولا بالصفر، مش هتفرق، المعادله عامه وتنفع لاي حاجه. في بقى حاجه هنا يعني جميله جدا جدا الحقيقه، وهي ان انا ممكن يعني ايه نستفيد بالمعلومات اللي احنا وصلنا لها دلوقتي دي، ان احنا نربط الامور ببعض، ودي حاجه بصراحه انا شايف انها مفيده جدا جدا جدا. وهي ان يعني في نهايه الانترودكشن دي او المقدمه دي، ان احنا نوصل لنقطه احنا ابتدينا بيها من اول الباب ده خالص، وهو معادله الماس بالانس. كنا قلنا ان دي المعادله العامه اللي تصلح لاي حاله، وكنا قلنا ان في حاله الستيدي ستيت فبيبقى مفيش اكيوميليشن، وبالتالي فالمعادله هتبقى مجموع اللي داخل زائد المنتج من التفاعل ناقص المجموع اللي خارج ناقص اللي مستهلك اللي استهلك من التفاعل هيساوي صفر. وكنا قبل كده قبل ما نتكلم على التفاعلات كنا بنقول ان الترمين دول بصفر، لان مفيش تفاعلات قبل كده، وبالتالي فاللي داخل هيساوي اللي خارج وخلاص. فاحنا لو قعدنا ترتيب المعادله خدنا الاوتبوت دوت وديناه الناحيه الثانيه وخلينا كل الحاجات دي في ناحيه واحده، فهتبقى المجموع اللي خارج هيساوي مجموع اللي داخل زائد مجموع ما ينتج ناقص مجموع ما يستهلك. ولو بصينا على المعادله اللي احنا لسه كاتبينها من يعني بصينا عليها من شويه صغيرين، هنلاقي حاجه جميله جدا جدا جدا، ان احنا لو قارنا المعادلتين هنلاقي ان الناحيه الشمال عندنا اللي خارج وبرده ده اللي خارج، فهو نفس الترم. المعادله بتقول ده اللي داخل وده برضو اللي داخل للوحده بتاعتنا، والترم الترمين الاخرين اللي هما الجنريشن والكونسومشن هما دول، الجنريشن بيبقى بالموجب والكونسومشن بيبقى بالسالب، وبرضو الكوفيشنت بيبقى بالسالب لو هو في المتفاعلات، وبيبقى بالموجب لو هو من النواتج. فهو لو الترم ده لو ده قيمته موجبه فمعناها ان هو نواتج، وبالتالي فهو من الحاجات اللي هتنتج، فهيبقى
يقع تحت ده. ولو الكوفيشنت لو هو من المتفاعلات، فالكوفيشنت ده هيبقى بالسالب، وبالتالي الترم ده كله هيبقى بالسالب، فبالتالي هيبقى من الحاجات المستهلكه. فبالتالي المعادله اللي احنا كانت وصلنا لها بعد طول انتظار دي، هي نفس معادله الجنرال ماس ماس بالانس ايكويشن في وجود التفاعل في حاله الستيدي ستيت. وده بيخلي الامور واضحه جدا بالنسبه لنا، ان احنا دلوقتي ما يعني ما اخترعناش شيء جديد، احنا بس قدرنا نحدث المعادله اللي كنا استخدمناها قبل كده لما كنا بنقول الانبوت هيساوي الاوتبوت، باننا زودنا او عرفنا الشكل الرياضي للترمات اللي بتعبر عن الجنريشن والكونسامشن. ودي حاجه جميله جدا جدا حقيقه، حاجه جميله جدا 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 ان احنا نقدر يبقى عندنا شكل رياضي نعبر بيه عنها، لان احنا بعد كده هنحتاج نعمل معادلات او نعمل ماس بالانس. فبالتالي انا خلاص انا معايا المعادلات جاهزه اهي، فكل اللي هيفرق ان انا ابقى عارف المعادلات عشان اعرف الكوفيشنت، وان انا ابقى عارف الاكستنس اوف رياكشن، ودي هنشوف بقى هنحسبها ازاي بعد كده. غير كده احنا زي ما احنا، يعني كل حاجه زي ما هي، مفيش اي مشكله فيها بعد كده بالنسبه للحسابات ان شاء الله. وده يعني ايه يخلينا برضو نفهم ان المعادله دي مش حاجه جديده. لان لو انا ما عنديش تفاعل مثلا، لو ما فيش تفاعلات خالص وانا عندي المعادله دي اللي موجوده اللي انا هشتغل بيها، معنى ان ما فيش تفاعلات ان ما فيش اكستنت اوف رياكشن، ما فيش دي بصفر ودي بصفر ودي بصفر، وما عنديش كوفيشنتس اساسا خلاص. او لو في تفاعل وما حصلش خلاص، يعني افترض ان انا عندي كوفيشنتس بس التفاعل ده ما حصلش، فالاكستنتس كلها بصفر، لان الاكستنت هو اللي داخل ناقص اللي خارج على الكوفيشنت، فهو اللي داخل واللي خارج قد بعض، فالفرق بينهم بصفر. وبالتالي فكل ده اللي لونه اخضر ده هيبقى كله بصفر، وبالتالي المعادله هتقول الى اللي خارج هيساوي اللي داخل، فرجعنا زي ما كنا في الاول. فالمعادله جميله جدا بصراحه، حاجه تشرح القلب يعني. يعني فده اللي انا كنت عايز اوصل له في الفيديو ده. انا هوقف دلوقتي، والمره الجايه ان شاء الله هنحل بس مثال على اللي احنا وصلنا له ده، واللي بعدها باذن الله نبدا بقى في الكلام المفيد اللي يخص حسابات الماس بالانس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.